يلا يا شباب، يلا فيو بسرعة، يلا يا أخوان فيو أوام، خلصوني. ليش لونكم تقيل؟ الخير شو في؟ ليش عم تفيقونا؟ شو صاير شي؟ ما صرنا ساعتين نايمين. خلصونا بلا كتر حكي، شغلة ضرورية، يلا فيو بسرعة. صار حريقة لا سمح الله؟ لا ما صار حريق. في شي بيت بلاستيك واقع؟ لا ما في بطيخ بلاستيك. لكان شو في؟ لك قوموا خلصوني هلأ. طيب ما بدنا نعرف شو فيه قبل ما نقوم. تركون أبو عامر، أنا فهمون يا شباب. القصة وما فيها أنه في سيارة تعطلت على الطريق ومحملة 40 نعامي، وهدول نعامات لسعادة المستشار حمد المغفور، وإذا ما نقلناه هون رح يموتوا من بردهم. هلأ مشان هيك فيأتونا؟ الله لا يردهم بجال حبيب. نحن شو دخلنا بهالقصة؟ ما في داعي لهالحكي سليم، ضب لسانك بتمك وزين كلامك. ها يلا يا شباب، يلا قوموا تنشطوا والبسوا منيح لأنه في برد برا. ها قوموا، كل واحد ياخد معه بطانيته مشان يغطي النعامة اللي بده ينقلها. يلا ديروا بالكم عليهم، احملوهم بحندية، لا تخلصوا عليهم. تأمر استاذ. وهي بوسي. ها يلا نشوف. يلا طمنوني يا شباب، شو صار معكم؟ مثل ما لك شايف سيدنا، العمال عم ينقلوا نعامات على مهجعهم. حدا اعترض شيء؟ لا 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 ما في حدا. لا تقصوا عليهم، عانقوهم بلطف لحتى يحسوا بالحنان. حاضر. اوعكم تكشفوا افاهم للهواء، بياخذوا لطشه برد من تحت، ما بيعودوا ببيضوا. دير بالك على هاي النعامه، بجوز تبيض يومها. الو، احترامي سيدي. نعم نعم سيدي، هلا وصل. ايه ليكو هون؟ على عيني وراسي سيدي. لا استاذ صفوح، سعاده المستشار بده يحكي معك. الو، احترامي ساعة المستشار. لا لا طمنوا يا سيدي. لا كله تمام، عال العال، النعامات كلهم بخير، عزيزة وفريزة وسائدة وماجدة كلهم بيدعوا بسلامتك يا سيدي. لا والله يا سيدي، لا نعيمة لسه ما باضيت، ما بعرف ما بعرف، يمكن لأنه البرد يعني بيخليها تعص على حالها ما تبيض، أو والله ما بعرف. رح ناخدهم لمحل تاني. وأمين، لا لا دافي مهجع العمال سيدي. لا لا سيدي ولا يهمكن، نظيف ومرتب وما في أمراض أبدا سيدي. الله يخلي لي إياك وساق فيني ولنه مرة، وتأكدوا تماما أنه عمري ما عملت أسرتي مثل ما عملت هالطفلات الحلوات. الله يخليكم ويعزكم يا سيدي ويعلي مراتبكم. الله يحرسك، الله يخليك، مع السلامة يا سيدي، مع السلامة. طب دير بالك يا عمي، دير بالك، شباك مالك حامل حجر انت؟ مالك حامل سحارة خيار؟ هدول نعامات سعادة المستشار. ما في غيره يا ابو صخر. لا والله على الحاله ما راح يمشي له. ليك ليش عم يرسموا من البلد؟ ها يبقى لسه صفو حجك. تفضلوا تفضلوا. يا سيد صفوح، المهجع بارد كتير وبشكل خطر على حياة النعامات، بهات لنشوف شو بدنا نساوي. شو هالحكي؟ إن شاء الله البرد لعدوينهم. أبو عامر مور استاذ. الله يرضى عليك، بتروح على المكاتب بتلم لي صوبيات الكهرباء كليات الموجودة هنيك وبتجيبها لهون. جيب من المستودع سيدنا. ولك جيب من العفاريت، بدي المهجع يصير مثل الحمام، فهمان؟ يلا تحرك. أمرك سيدي. أبو صخر أبو صخر، شوفي النعامات ناقصين وحدة. شو هالحكي؟ أي وحدة؟ ما عرفت أي وحدة؟ نعامة فهمية.
طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم، بجوز المخلوقة خرجت ولم تعود. لك شو خرجت ولم تعود؟ نحن معنا نعام يطلع برات البيت، أكيد واحد من رجالك يا أبو كمال سارقة. أعوذ بالله، شو الحكي هاد؟ أنا لو بعرف عامل من عمالي سرق لأخرب البيت تبعه. بسيطة، أنا رح أتصرف. أبو كمال. نعم. طالع لي العمال كلياتهم لبرا. حاضر أستاذ. طول بالك سيدي، طول بالك، وحياتك إلا تلتقوا. وين بدك تروح؟ تلتقى. يلا يا شباب، الكل يطلع لبرا بسرعة لشوف. يلا. وأنا كمان. وأنت كمان معهم. يلا يلا بسرعة حيباتي. إيه يلا حيباتي، يلا 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 عم يلا. إيه شد الهمة. اسمعوني منيح يا شباب، في نعامة ناقصة اسمها فهمية، واشتهرت بين العمال باسم الدلع تبع حفوفو. بقى يلي سرقها أو مخبيها يطالعها بالذين آمنوا قبل ما تكبر القصة ويصير إلها أبعاد سياسية غير محمودة العواقب. يبدو ما في فائدة، أنا رح أتصل بالفرع 999 وهو بيعرف شغله معكم مشان تعرفوا تطلعوا النعامة. لحظة سيد أبو صقر، إذا بتريد أنا بقنعهم على طريقتي. يا شباب يا شباب افهموني، ما في داعي للشرشحة والمرمطة والبهدلة قدام العالم. طول عمرها مؤسستنا ومشروعنا الزراعي رمز الأمانة والاستقامة، ويلي عمل هالعملة أحسن له يرجع الست فهمية، والسيد أبو صقر رح يعفي عنه أكيد. على ما يبدو ما في أمل يا سيد صفوح، عمالك كله ما بفهموا بالذوق، وما في طلعة من هون لحتى تطلع النعامة، مشان هيك أنا رح أتصل بالأمن الجنائي. لحظة لحظة سيدي، أنا المسؤول. شلون يعني؟ ما فهمت عليك، شلون يعني أنت المسؤول؟ سيدي النعامة هربت مني غصبا عني. شلون يعني هربت منك؟ ما فهمت، هي عرب لي إياها. سيدي كنت حاملة وجاي فيها لهون، قام تفركشت بالحجر وقعت من النعامة وهربت. وليش ما لحقتها؟ لحقتها سيدي، بس نزلت على الوادي واختفت. شوفوا لك، أنا كل هاي القصة ما فاتت لعالي، بقى أحكي الحقيقة أحسن لك. ولك يخرب بيتك ما أوقحك، يخرب بيتك، يعني هلأ إذا اتصل فينا سعادة المستشار شو بدنا نقول له؟ يا سيدنا لك روح روح على مكتبي، انتظرني قدام بابه. يلا عمى. يا سيد صفوح لا تهرب من المسؤولية، والرجل ببين عند المصاعب والشدائد، بقى ورجينا نتصرف. نعم نعم، ولا يهمك سيدي، أنا رح أتصرف في طريقتي الخاصة، ولا يهمك. لك يا جماعة، لك يا جماعة أنا مريض، جيبولي دكتور. طول بالك. لك بدك تخرب بيتي أنت؟ بدك تزعزع مركزي؟ ليش يا سيدي لا سمح الله؟ لك شو ليش؟ عم يقول ليش كمان؟ ولك نعامة بتخص سعادة المستشار، كيف بتخليها تهرب منك؟ الله وكيلك هربت مني يا سيدنا. ولك تهرب روحك من بدنك يا حق. تليفون سيدنا. أكيد سعادة المستشار، شو بدي أقول له هلا؟ ألو، احترامي يا سيدي، الحمد لله كله تمام، النعامات الله يطول عمرك وعمرهم يعني قاعدين بالمهجع ومروقين على آخر رواء. معلوم يا عمي، يعني دفى وعفى وعم يلعبوا وينطوا والكل حبوبهم من قلبه. نعم سيدي، أبو صقر خبركن عن فهمية المسروقة؟ لا سيدي مو مسروقة ولا شيء، وإذا كانت مسروقة إلا ما تلتقى، يعني لأنه مالكن حلال، والحلال ما بيضيع يا سيدي، ولا بينسرق ولا بينحرق. نعم يا سيدي، بقى اطمنوا ولا تأكلوا هم. نعم يا سيدي، الله معكم. وينك ولا؟ هلا بتاخذ كم عامل من رفقاتك وبتطلع وبتدور على هالنعامه قبل ما يهجم عليها شي ثعلب قواوي او يلهفها شي حرامي، مفهوم؟ مفهوم سيدي مفهوم. ولا يهمكم سيدي، ما راح يغمض لي جفن قبل ما الاقي الست نعامه، قصدي الحاجة فهمية، فهمية غانم يعني. ولو هذا واجبنا يا سيدي، وأنا بأمس الحاجة لرضاكم. الله يخليك، طولنا عمرك يا سيدي ولا يحرمنا منك. مع السلامة، الله معكم.
ادخل. يعطيك العافية سيدي. شو يا أبو عامر، ركبت الصوبيات؟ سيدي ما عم لاقي مازوت. والمستودع؟ المستودع مسكر والمفتاح مع أبو أحمد سيدي. أصبح بتروح بتجيب المازوت من البيوت البلاستيكية. سيدي بس هذا ما بيجوز لأنه... ولك أنت بدك تزاود علي وتفهمني شغلي؟ أعوذ بالله سيدي، بس يعني... نفس ثم اعترض. أمرك سيدي، بس بيجوز الخضرة والزهر يسقعوا ويموتوا سيدي. ها يا سيدي طز ويسقعوا، شو هالشغلة المهمة يعني؟ بعدين حضرتك المسؤول ولا أنا؟ روح اتحرك بسرعة أوام. ما سمعت شو قالك ولا ما تفهم أنت؟ ماشي الحال، أمرك صفوح بيك. وينك؟ هاي بدي البراكة تصير مثل حمامها، بدي النعام يشلح ريشه من الشوب، فهمت؟ أمرك سيدي مثل ما بتريد. ماشي الحال، الله معكم. ألو، أهلين أبو صقر. شو هالحكي؟ عامل رفس النعامة؟ لك شو اسمه هذا المجري؟ عبد الله الحفياني؟ ايه عرفته، هذا طول عمره صاحب مشاكل ومأزي. أنا جاي على البراكة فورا. ما في مجال، بدك تروح معنا على الفرع يعني بدك تروح؟ حرك يا حقير، خلصنا. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم يا أخي، ما صار شيء. رجاء سيد صفوح لا تتدخل، خليك برا. لوين أخذني؟ وعلى بيت خالتك، وين بدنا ناخذك؟ حدا بيرفض نعامة المستشار؟ ورصاص اللي رصك رص يا متوحش. يبلى رجلك بالكسر. معلش معلش، تركولي يا تركولي يا شوي إذا بتريد يعني. تفضل. تعال 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 تعال، واقف هون، واقف واقف. ليش رفست النعامة يا بغل؟ شو حيوان انت؟ حيوان يعني؟ ما بتعرف انه نعامة السيد المستشار هاي؟ يا سيدي الله وكيلكم، هالكتنة هي رايحة وجاية وصارت تنقر لي اجري المجروحة، انا قلعها وجور عليها ما ترد علي، تركت اكلها ولحقت رجلي. يا سيدي وخليها تنقر رجلك، شو صار يعني؟ طفلة وعم تلاعبك. يا سيدي شو تلاعبني ولاعبها؟ هالكتنة بنقارها، لا ودعست فوق بطني وانا نايم. اصبح انت جاكرتها قامت عصبت منك، لانه النعامة عقلها صغير ما بتحب حدا يجاكرها، وإذا جاكرتها وما حسنت ترد عليك بتضرب راسها بالحيط هيك لحتى تموت. الله يرضى عليكم يا شباب، حطوا لي دواليب على الحيط حتى إذا النعام ضرب راسه بالحيط ما يتأذى. وين النعامة اللي رفست؟ جوا. فوت جيبها. الله يوفقك، شوف شلون مصفرة وأخدي على خاطرها ومكتئبة. يلا بوسة بوسة أوام. شو بوسة يا سيدي؟ أنا بالزور لبوس مرتي. لك بوسة خلصنا، بوسة بدنا نحل مشكلة. لا بوسة. ليش عم تبوسة من برات منافسك؟ بوسة من قلبك يا أخي، روح هي سكها من رابطها بوسة. بس صفوح خير؟ شوفي شباب استاذ، في نعامة صغيرة فاتت لعنا ولوت رقبتها وغمضت عيونها، يمكن بدها تفطس. شو الحكي؟ تفطس عروقك بجسمك يا حق، وينها؟ حدا ضربها شي؟ الله وكيلكم يا استاذ ما حدا ضربها، ليش منسترجي؟ اصبح هي بدها اسعاف فوري. يا ابو عامر امرك استاذ. الله يرضى عليك، بتروح لعند ابو كمال بتقول له يروح يجيب لي الدكتور البيطري معنا ابو الريش اوام بسرعه. امرك استاذ. مساء الخير دكتور معن. أهلين، مساء الخير، صباح الخير، الساعة 3:45 خير. شوفي أنا أبو كمال مشرف الرئيسي على مشروع الاستثمار الزراعي. يا أهلين سهلين، أهلين، شرفنا. أي خدمة؟ دكتور لازم تروح معي على المشروع فورا. يعني عندك شي فرس أو بقرة عم تولي؟ لا دكتور. لكن ليش بدك يعني مثل هالوقت؟ في نعامة مريضة كتير ولازم تشوفها. هلأ جاي عم تفيقني بهالوقت مشان نعامة؟ شو جنيت أنت؟ لا سيدي ما جنيت، بس هالنعامة هي لسعادة المستشار. اوف، وشو جاب لعندكم هاي؟ يا سيدي قصة طويلة بشرح لك اياها على الطريق. لكن انتظرني دقيقتين على بين ما البس ثيابي وارجع لك. مثل ما بدك، وحيات عينك دكتور، جيب معك الادوية الاسعافية، انا عم بنتظرك بالسيارة. ماشي ماشي.
اجى الدكتور ابو صقر. يا جماعه يا جماعه انا مريض. صباح الخير. اهلين دكتور. خير ان شاء الله. شبه النعامي وينه؟ ليك عليك هون تعال شرف. انا مريض انا. لك يا جماعه هون المريض هون. للاسف هي معها ربع ساعة وبتفطس. شو الحكي دكتور؟ يعني ما في أمل منه؟ طبعاً ما في أمل. يعني إذا أخذناها على المستوصف وعملنا لها صدمات كهربائية بمخها بصدرها ما بيمشي الحال؟ يا ريت. بس للأسف لا. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شو سبب دكتور إنه بدها تفطس بعد ربع ساعة؟ ما بعرف. بس يبدو لي إنه لازم أعملها شوية فحوصات وتجارب. لكن بعد ما تخلص تجاربك يا ريت تجيب لي التقرير الطبي على مكتبي. وبصراحة أنا ما عاد أتحمل منظرك يا رغد. أضرب عليك على الآخرة. بدك تموتي ولسه ما شفتي شيء من الدنيا. بصراحة يا جماعة أنا ما بقدر أبدا على منظر الفواجع والمرض. أعصابي خردة وحساسة كتير. يعني الحبيدك أستاذ. بس اللي هاك الهمه هلا شو بدي اقول له لسعادة المستشار اذا سألني عن احوال النعام؟ شو بدك تقول له سيدي؟ يعني نعامة وفطسيت. خايف يكون بحبها كتير لهالنعامة بالذات. ذكرني شو كان اسمها؟ والله ما بعرف. رغد سيدي، اسمها رغد. صحيح رغد، لاني بتذكر سألني عنها وقال لي كيف رغودة. سيدي شو بيطلع بيدك تساوي؟ الموت حق الجميع، بعدين قديش بيطلع حق نعامة سيدي؟ ولك اخي انت بتقول هيك؟ يعني صحيح سعادة المستشار بيملك نص البلد، بس طبعه لئيم وشحيح وبخيل وما بيصرف قرش إلا بمحله، وبيخاف على مصاري كتير، وعنده طبع ما في ألعن من هيك. يعني إذا أكل بيخاف يجوع، وفوق منها بيبلع الأخضر واليابس. بزمانه حبس الحارس لأنه أكل مش مشي من الجنينة. بقى شو بده تكون ردة فعله إذا دري بموت النعامة؟ قالوا نعم. احترامي احترامي سعادة المستشار. لا 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 ولو معقول. معقول ما رد على التليفون، بس كنت عم أعمل تفقد للنعام يا سيدي. نعم؟ عفوا؟ ليش دريتوا سيدي؟ صدقني يا سيدي أنا ما بحب أنقلكن إلا الأخبار السارة. عفوا سيدي شو المطلوب؟ عفوا لحظة لحظة سيدي. تقرير طبي بأسباب الوفاة. نعم سيدي غيره. نعم تنتف رغد وتوضع طعاما لمين؟ للكلب ماكس. نعم 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 سيدي فعلا ما في شيء عندكم بيضيع. الله يخليك. خلاص سيدي مثل ما بتأمروا. بوعدكم انه هي اخر نعامة منسمح لها تموت. استغفر الله العظيم يا ربي واتوب اليك. انا اللي بسمح. حاضر سيدي حاضر. امرك امرك امرك. مع السلامه يا سيدي. مع السلامه. النكته هلا شو بدنا نقول له اذا ما لقينا النعامه الفلتانه يلي ما رجعت على الحظيره؟ يعطيكم العافيه سيدي. طمن لقيتوا نعامه؟ لقيناها لقيناها سيدي. وينها؟ يا سيدي بالزور لحتى نفذنا هالريشات من نياب السعاده. يا سيدي عم ينقلون. بس الله يخليك يا سعادة المستشار، لا تحرمونا شرف العناية بنعامكم وانسوا اللي صار. يا سيدي قسما بالله نحن مالنا مهملين، بس ما بعرف هالنعامة هاي بالذات ليش فايرة وحبت تغني خارج السرب. قاموا أكلوها السعالب. قسما بالله يا سعادة المستشار عم نعتني فيهن وما لا حول ولا قوة إلا بالله. سكر الخط بوشي.
الله معكم يا شباب، يعطيكم العافية. يعطيك العافية. الله يحرسكم ويحميكم. يا شباب ما في ألعن من مواقف الوداع. يعطيك العافية أستاذ صفوح. وينك لهلا؟ ليش ما حضرت حفلة توديع النعام؟ كنت عم بتفقد البيوت بلاستيكية أستاذ. وشو أخبار البيوت؟ الخضار احترقت بالبيت رقم 4 والزهر سقع ومات بالبيت رقم 5 و9. ولك إن شاء الله تحترق الدنيا كلها، المهم إنه نعام سعادة المستشار نفد بأقل الخسائر. ولوين نقلوا نعامات سيدي؟ أخدوهن على مزارعنا. أسيدي منيح اللي خلصنا من همهم وقرفهم. أعوذ بالله، شو عم تحكي أنت؟ إن المستشارين المترفين إذا دخلوا قرية شرفوها وكرموها ولعنوا أبوها. مسعود؟ مسعود؟ يا شباب ما في نبض.